قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، خلونا نروح لهالة ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس وكمان جولة مرورية في شوارع القاهرة وباقي المحافظات. يا هالة صباح الخير. صباح الفل يا شاذلي، صباح الفل يا منى، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا. احنا اتصدمنا قبل الهواء وقلت لنا الجو حر حقيقي، بالراحه بقى شويه يعني احر من امبارح، اطلع درجات حراره يعني فاهمه، احر من امبارح. طيب موجه حره بقى النهارده 41 مع الاسف. يعني على العموم احنا طبعا هيبقى معنا تفاصيل اكتر عن حاله الجو، بس دلوقتي تعالوا نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا مع حضراتكم كالعاده من محافظه القاهره، وهنروح لشارع صلاح سالم اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات متقطعه على امتداد الطريق لحد ما نوصل لتقاطع كوبري اكتوبر. هناك هنلاقي كثافات مروريه، بس بعد تقاطع الكوبري هنلاقي الكثافات دي بدات تقل بشكل تدريجي ولكنها ما اختفتش. لو ولسه الكثافات دي هتكون طبعا مكمله لحد مستشفى العباسيه، بس هتبدا تختفي عند محطه مترو الاستاد. هنروح لشارع الموسكي، في سيوله مروريه في الوقت الحالي ولكن من المتوقع انه يشهد بعض الكثافات المروريه خلال الساعات القادمه. في شارع رمسيس في اتجاه العباسيه، الشارع في الوقت الحالي بيشهد كثافات مروريه متقطعه على فترات. الكثافات بتبدا بداية من ميدان رمسيس وصولا للعباسية ولغاية شارع الخليفة المأمون في مصر الجديدة. من القاهرة تعالوا نروح لمحافظة الجيزة، شارع الهرم من بداية المستشفى في كثافات مرورية متقطعة ومكملة لحد الجيزة، ولو طلعنا كوبري الروضة هنلاقي ان في كثافات مرورية عليه مكملة لحد نفق الملك الصالح. على الشارع الموازي للهرم تعالوا نشوف كده شارع فيصل اللي في الوقت الحالي بيشهد كثافات نسبية بتبدأ من آخر شارع فيصل وواصلة لحد الطوابق. عند الطوابق هنلاقي كثافات مرورية كبيرة بتبدأ تقل عند محطة التعاون، ولكن بداية شارع فيصل في بعض الكثافات المرورية. نروح مع بعض للإسماعيلية، هنلاقي إن طريق رقم 6 اللي بيوصلنا لطريق أحمد أبو زيد بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي. هنفضل مكملين لغاية شارع الطيار إسلام عبد اللطيف، هنلاقي برضو إن في كثافات نسبية غير مؤثرة على حركة السيارات. ولو كملنا لشارع الجامعة هنلاقي إن في سيولة مرورية كبيرة جدا واصلة ومكملة لحد طريق الإسماعيلية. تعالوا مع بعض نروح محافظة سوهاج، هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية بسيطة، ونمشي كمان شوية لغاية طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرورية، وفي بعض الكثافات المرورية على نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة في كثافات نسبية، وكمان في بعض الكثافات المرورية البسيطة اللي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، وفي نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 41، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 47، وأقل درجة حرارة في مطروح 31 درجة. وطبعا تفاصيل أكتر عن حالة الجو موجودة معانا بس بعد شوية.